ونحن في هذا اليوم يوم زيارة قبور الشهداء التي تمر علينا سنويا، ونحن أخذنا طريقنا من شهركان الحبيبة حيث زرنا الشهيدين العزيزين، ومن ثم نزلنا إلى قرية صدد الأبية التي هي تحتضن أحد شبابنا الذين ضحوا من أجل هذا الوطن، وبعده نزلنا إلى قرية المالكية التي فيها هذا الشهيد الضحية القوي عبد الرضا أبو حميد، اللهم أسكنه فسيح جناتك. وبعدها نزلنا إلى قرية الصمود، قرية التحدي، كرزكان الأبية، وزرنا الشهداء ووضعنا عليهم أكليلا من الزهور، ثم واصلنا المسير إلى أن وصلنا إلى قرية الدمستان الحبيبة والتي تحتضن أكثر من 3 شهداء، وزرناهم والحمد لله، ورجعنا بعدين إلى قرية بوري ثم عالي، ثم نزلنا إلى قرية سلمى بادي الأبية حيث ضريح الشهيد أحمد إسماعيل، وبعدها ختمنا إلى قرية كرباباد، وصلينا مع سماحة الشيخ علي سلمان، وراجينا من الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى ولن نقطع هذه العادة ما دمنا إحنا على الخط إن شاء الله، وكلنا في الساحات موجودين على هذا المنوال بحق محمد وآل الآن، وشكرا لكم. Audio Jungle.